جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا رسالة بعث بها المستمع إبراهيم بشار، يقول لديهم إمام لا يصلي بهم صلاة العيد وخاصة عيد الفطر إلا أن يعطوه من الزكاة، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ إذا شرط عليهم ألا يصلي بهم إلا أن يعطوه من الزكاة فإنها لا تصح الصلاة خلفه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال ومن يصلي خلف هذا؟ العبادات لا تتخذ مجالا للاتجار والحرفة، لأنها عبادات تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتخذ لأجل طمع الدنيا ويستأجر عليها أو يطلب عليها الأجر. أما إذا أعطي شيئا من غير أن يشترط فلا بأس أن يأخذ ذلك، إذا أعطي شيئا من غير أن يشترطه فلا بأس أن يأخذه. نعم.